ابيض ولديني هو ابيض ولديني لا تخشي سوا ديار هو ابيض ولديني لا تخشي سوا ديار ولا حن قال لم اهين او الهي سبحانه وتعالى او كشيغي عذابته ان لوغ وارايه وحكى جرى قتل يعني قف مسلم الا الدله ظلم الا الدله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها خلود كنارته قفك الهي بيني بس اسكله لكن قفك قف مسلم ديقي سبنايسته محل يري نارته وكواره انت لو مسلم لو مسلم ولعنه الله عليه الهي ادنا ولا عنه وعد له عذابا عظيما عذاب علص وين إله ودياري مركا نفتاس قالقة وإله أكتي الساس وين أنك وأسكبر نيسان وحن أدي الله ضدك غير هبل واي حقوق اللي حتى ما مركا ماشا لقو جوجيها يو وديقى مسلم فلقو جوجيها يقفك أنه كقيب قاتنا قد كان عذابك إيا لعنة دا واحا كسو هرجي دا أو أه إلهي نحريستيس إيا جنديس ألقه إلايا إن قفك أو مصالحة كغيب غات أو أمد إسو سوء دوويو أو ديق مسلم بدباديو إلهي أكتيس وكوينت إلهي سبحانه وتعالى بار نمدس وحاكم دا إن الله يغفر الذنوب جميعا دنبية الأمان إلهي وعدافة لكن محال قربا إنها توبت كانت توبتنا وحاشرت أين النصوح تهي وقلبك يكتم ذي أو شلاي أو لصعده مركا وما هات سنتهين أخيارت واحد أغضى يدو وحمدش وحيد أغضى نبات دي قادو أيضا الربعين أكذا لو قادو وألغي يابين لو قلبه لكن وحا ألغي شلاي من الدنيا إي آخره نبض لقاده واي نبض لقاده الدنيا آخره ما لقاش الله يعني مركوا ما هاد سنتهين وحنك يوم هاد علينا إن هاد أقبشين ثلاثة الذين سو جيدي كأنك الذين سو جيدي هو بيان أولاديني هو بيان أولاديني لا تخشى سوا ديار هو بيان أولاديني shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah